مجاري طافحة ومياه آسنة ونفايات متروكة وأنقاض وعناوين أخرى كثيرة للواقع الخدماتي السيء وفقدان الجهد البلدي هنا في حي زيتون. هذا هو واقع الحال بعد عدة أيام على الأمطار الأخيرة، فغياب الخدمات لا يحتاج تعليقا بحجم ما رصدته عدسة التغيير من مشاهد معاناة المواطن هناك. منهم من وجد أهمية بناء هذا الجسر الصغير لتسهيل مهمة عبور الناس واختصارا للوقت عليهم، ومنهم من عرض منزله للبيع وآخر قد تسلقت الرطوبة حتى سقف بيته. والمشهد يستمر حيث وجدنا من يضطر لترك سيارته مسافة بعيدة عن بيته لكي لا تتعرض إلى نهاية قد تبقيها لأيام طويلة متوقفة. هذا بيت أمد هذا وين أقتل من هنا وأجيب السيارة هنا وأروح يعني تنزل سيارتك هنا يلا تروح يلا روح شوف هذه بحيرة. وأعطينا الحق لمن أراد البوح بحزنه على حيه السكني لكنه خشي الظهور أمام الكاميرا. حي سكني ومجمع ومن أرقى المناطق المفروض هي تصير، يعني حتى هي اسمها حي الزيتون بس مو حي الزيتون، يعني ما أدري شو أحكي، ما بيوت أصولية، ما جاي أعبر شنو هي، كلها بيوت أصولية، كلها بيوت طابو وصرف، كل شيء ماكو، خدمات زفت، كل شيء ماكو خدمات نهائيا معدومة بحي الزيتون، ماكو كل خدمات. أهالي الحي عبروا عن استيائهم من استمرار معاناتهم من دون حلول. منطقة معدومة الخدمات بها، لا ماء، لا مجاري، لا شوارع، أي مسؤول يجي لهنا، أي واحد يوصل أسوي لكم كذا، أبلط ما شنو ويروحوا ماكو. إحنا بالنسبة لنا موظفين مندمرين من هالوضعية، أولادنا طلاب، يعني حتى بأيام الأمطار ما نخليهم يروحون للمدارس. ماء الإسالة بعد عنا منا كيلو كامل. ما يعني الجسر هذا سوى رجال على حسابه أبو سجاد. ليش؟ هو سواه ب 600,000 على حسابه في سبيل تعبر العالم عليه. صار أسبوع أنا ما أقدر أوصل أهلي بدون النسيج. نايم هنا. سيارته عندي سيارة كبيرة ضاربة 10 ما أقدر أطببها لهنا. ويبقى حق الرد مكفولا لمن يخصه الأمر أو يحاول وضع الحلول، فنحن سنرصد ونوثق ذلك بالتأكيد. حي كبير يجاوره مجمع سكني لكن نسبة تمتع الناس هناك لا ترتقي لمستوى طموح المواطن الذي تعب لسنوات طويلة حتى تحقق حلمه بشراء بيتا ملكا له. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.